السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على نيسان ميكرا، سياره ما شاء الله تستهدف واحد الشريحه اجتماعيه كبيره بزاف ومحتاجه للسياره. اكيد سياره عمليه صالحه للمدينه وصالحه كذلك للطرقات، ولكن ماشي المدى البعيد بزاف. المهم، اول جينيراسيون كانت فيها تقريبا 40 سنه حاليا. اول جينيراسيون طلونصات في 82، ثاني جينيراسيون في 92، ثالث جينيراسيون في 2002، رابع جينيراسيون في 2010، حنايا معنا الجيل الخامس 2016، دخل المغرب في الاواخر تاع 2017. اكيد غادي نشوفوا الموتوريزاسيون ديالها، غادي نشوفوا لي فيرسيون ديالها، كتخرج باربعه تاع لي فيرسيون، غادي نشوفوا لي زوبسيون اللي فيها والاثمنه ديالها كذلك الخوت. فما تنساوش لايك سبسكرايب، فشكرا لكم بزاف. نشوفوا الموتوريزاسيون ديالها. نيسان ميكرا ما شاء الله كتجيب واحد الموتوريزاسيون اللي لاباس عليها، كتجي الان 5 دي سي اي، كتجي ديزل، كتجي 4 سلندر، الفوليوم تاع السلندر ديالها 1461 سنتيمتر كوب، بويسونس فيسكال 6 تاع لي شوفو الوراق صغار. المهم البويسونس ماكسي ديالها 90 تلخيل، الكوبل ديالها كيوصل ل 220 نيوتن متر، كتجي في بواط فيتاس مانيول 5 تاع لي رابور اللي كدير واحد الكونسوماسيون ميكس 3.2 لتر في كل 100 كيلومتر، وكدير واحد الايموسيون تاع السي او 2 اللي كيوصل ل 85 غرام في كل كيلومتر. الفيتاس ماكسي ديالها كتوصل ل 179 كيلومتر بارور. كتورك الخوت. 0-100 كديرها في 11 سيكوند، تقول تقريبا 12 سيكوند. الريزيرفوار كيهز 41 لتر. البوا تاع الطوموبيل هو 1140 كيلو، يعني الا قلتي البوا ديال الطوموبيل بارابور لا بويسونس ولا فورس ديالها، فراه الطوموبيل راه قويه الخوت في الفئه ديالها و سميتو ديالها. نيسان ميكرا الخوت كتخرج بربعة تاع لي فيرسيون، الفيزيا بلوس، سمارت، الاسينتا والاسينتا بلوس والتيكنا الفول اوبشن فيهم، يعني اي فئة كل ما زدتي في الفئة كل ما كيكونوا لي زوبسيون كثار وزوينين. المهم من القدام ديالها الخوت كيف ما شفتوا لي كولور، كاينه في الكري، كاينه في هذا الكحل هذا، وكاينه في هذا البلون، وكتكون بانتور ميتاليزي حتى هي كتزاد بلي فري ديالها. من القدام ديالها عندك اليماج اوتوماتيك، لي فاغاليد، عندك لو فو دو جور ديالها فيهم لوبسيون تاع فولو مي هوم، الكالوندر ديالها كبيرة كرومي وفيها انسير ديكوراتيف بيانو بلاك، عندك لي فارون تي بغوية، الباد كيس ديالها الايروديناميك، المهم دور فعال يعني في الطوموبيل. لي جونت كاينين تاع 17 الومنيوم، كاينين تاع 16 في هذا اللوك هذا كيف ما كتشوفوا، من البروفيل ديالها كيف العادة. لي غوتروفيزور غابطة بالالكتريك على حسب الفئة اللي اختاريتي، شي بعض المرات تيكون في الكولور تاع الكاروسري، شي بعض المرات تيكونوا في الكولور تاع الطوموبيل برانسيبال، وفيهم سيل لي مينوز تيكونوا غابطة بالالكتريك. لي فيتر ديالها كيجيو تانتي فومي على حسب الفئة اللي اختاريتي، العامرة أكيد، يعني لي فيتر اللورانيين بالحق. أما الطوموبيلة من الخلف ديالها، المهم عجبني البلان ديال هاد لي فواغيغ كيف ما شفتو في هاد اللوك هذا الرياضي نوعا ما، عندك لي فيتر اللورانيين تيجيو فيمي في العامرة، كذلك فيهم داك سبويل سبور اللي كيعطي للطوموبيلة المهم رياضية في الفئة ديالها الصغيرة. لي غادار من اللور ما تيجيوش من القدام، الكاميرا دريكول كذلك، عندك هنايا الديفيوزر ديالها يعني نوعا ما رياضي، بارشوك اللوراني كيجي كذلك في الكولور تاع الكاروسري. اما الطوموبيله كمساحه تخزين، يعني الطوموبيله نقدر نقول لك بارمي لي ميور فيوكول في هاد الكاتيجوري هادي، وسمحوا لي على الفرنسي. المهم الكوفر كبير ساتوري ساتيسفي لي بوزوان ديالك كطوموبيله اللي تستعملها في المدينه والسيركولاسيون اوربان. الكوفر كيهز 300 ايترو، زائد فيه مساحه اضافيه حيت عندك لي بونكيت اغيا غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين، يعني هذا بلان زوين الخوت في هذه الفئه هذه، وعندك فيه الاضاءه، يعني المهم راكم نتوما محتاجين الطوموبيله للمدينه بكونسوماسيون معقوله ومساحه تخزين تكون كبيره، فهذا اللي كيقلب على البري وكيقلب على طوموبيله فهمتيني تستجب للحاجيات ديالو. فنقدر نقول لك نيسان ميكرا من اجمل الاختيارات في هذه الفئه هذه، يعني بارابور اوبيل كورسا، بارابور البيجو 208، ولا فهمتيني، ولا في فورد فيستا. المهم عندك الاختيار والاذواق لا تناقش تحترم. الطوموبيله من الداخل ديالها عجبني هذا لانسيغ هذا باش يعني البواني تاع الباب اللوراني باش تدخل، بحال الشكل تاع الكليوكات وبحال الشكل تاع الفورد، يعني زوين هذا البلان هذا، ولي فيتر تانتيك كيف ما شفتو في اللورانيين. اجي نشوفو الطوموبيله من الداخل، اهم الحوايج لي زوينين، عندك البواني كرومي، عندك لي فيتر الكتريك، عندك الغوتروفيزور غابطابل كوموند توتال كيف ما كتشوفو هنايا. هنايا المهم الطوموبيله في الكاماتير في الباب يعني تنافسيه.
دي زيسباس دو رونجومون سيستيم دو سونوريزاسيون لومبيونس في الطوموبيل في الفئه العمراء 6 تاع لي هوت بارلور على الخوت هذا زوين. عندك لي سياج ديالها لي سيلغي جاو اون تيسو كيف ما شفتو داك الكومبينيزون بي لي كولور عطاها واحد اللوك كدل على لو كونفور في الطوموبيل. ها نتوما كيف ما شفتو هنايا فيها لي زيرباغ هنايا تيعطيوك ديسين بلي انا الطوموبيله يعني سيكوريزي من ناحيه لي زيرباغ اللي تيكونوا فرونتو لاتيرول لي كونديكتور لي باساجي. كذلك واحد الفئه كبيره واحد الحزمه يعني تاع لي سيستيم دو فريناج هذا من ناحيه لا سيكوريتي. باش نشوفو الطوموبيله ك كونديكتور عندك الفولون ريغلابل اون هوتور اي بروفوندور اسمحوا لي الا غلطت. عندك زائد ليميتور دو فيتاس ريغولاتور دو فيتاس كيجي في الفئه العامرة. كذلك جا اون كوير بخياطه بيضاء هذا من ناحيه يعني ككونديكتور غادي تسوق الطوموبيله بواحد التحكم اللي كبير كبير وعندو لاكسي توتال الطوموبيله ديالو فهمتيني. دي انسير ديكوراتيف تيجيو بالبيانو بلاك وكذلك الكروم. عندك هنا الكليماتيزاسيون اوتوماتيك عندك الايكرون تاكتيل تاع 8 بوص فهمتيني ادابتاتيف مع الابل والاندرويد. كذلك ما فيهاش الميرور لينك سمحوا لي انترنت كاين. عندك هنايا بورت يو اس بي اوكسيليير كليماتيزاسيون اوتوماتيك. عندك كذلك مساحه تخزين اضافيه هذا زوين كالسياره يعني سيب كومباكت يعني الطوموبيله تجيب 5 تاع لي رابور بوط فيتاس مانويل كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كذلك اوتوريزاسيون يعني الطوموبيله نقدر نقول لك بارابور البري ديالها فلونتري دغام حتى العامره فرا يعني السياره اللي تكون عندك الكلمه ديالها من 2017 يعني حتى لدابا ومازال الناس كيسولوني صراحه كيجيوني دي زابيل فنقدر وكن ريكوموندي من هذه الناحيه هذه. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا لي سياج ديالها جاو كيجيو اون تيسو دي سي سباس دورونجمون بوطاغون هنايا ماشي اكليغي ما فيهاش الاضاءه ولكن كافيه كسياره. هنا شوفوا الطابلو دو بورد ديالها كيجي اون كوير فهاد الكولور بيض. عندك هنايا لي روتروفيزور انتيريور ماشي جوري نوي اللي المهم اختياري داك البلان تاع جوري نوي. هنا البلان فو ديالها كيجي فهاد الكولور هذا ستاندار اونغري. المهم الطوموبيله ما شاء الله عجبتني هنايا كتحكم في ليميتور ديال ليميتور دو فيتاس. اجي نشوف الطوموبيله ك دي باساجي كيجلسوا في اللور يعني عندك هنايا البريفايس توتال لي فيتر تيجيو فومي اما مساحه ديال لي بونكيت اغيير فراهم كافيين الخوت. عندك البواني كرومي عندك الفيتر الكتريك عندك مساحه تخزين كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. عندك ليزوفيكس من اجل تثبيت الكرسي تاع الاطفال والسلامه ديالهم و تيكون هاد لي بونكيت غابطابل كيف ما قلت لكم باش تزيد في المساحه تاع التخزين هذا من ناحيه. اما يعني المساحه ك دي باساجي غادي يجلسوا في اللور فراها متسعه نوعا ما بارابور السيارات اللي كتنافس في الفئه ديالها. انا غادي نوريكم غادي نبروفي لكم هادشي. انا حجم طويل تقريبا متر و 86 وغادي نوري لكم هادشي يعني كيف ما تشوفوا معايا دابا. نيسان ميكرا من الداخل كراسي الخلفيه انا طويل جات نيشان مازال تقريبا واحد 3 سنتيم نيشان في الجنب في اللور في الكراسي الخلفية. إلا جلست في الوسط هاجي لاصقة نيشان تتهز مزيانة